بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا موقع الريفينو اللي دائما في اللحظة ودائما موجود بجانب العمال وبجانب المستضعفين وبجانب كل المحتاجين إلى الدعم وإلى المزيد من الدعم. اليوم تواجد لنا في مقر المنظمة الديمقراطية للشغل الأوديتي كأرخ لواحد اللحظة، لحظة تاريخية ممكن نقولها، لحظة اللي متميزة عن باقي اللحظات اللي كتعرف لم الشمل ديال هذا القطاع، قطاع النظافة، قطاع النظافة اللي كان عندنا معاه تاريخ طويل في النضالات، وجرينا مجموعة من الحوارات مع قطاع سابقا ديال الأبيض اللي استطعنا نلبيو فيه طلبات ديال الإخوان ديالنا ديال العمال، ولكن مع الأسف تدخلت أيادي خفية، أيادي خبيثة استطعت باش تمزق هذا القطاع وتشردم هذا القطاع وتحيد له دوك الأنياب ديالو اللي كان كتمثل واحد القوة. حنا دائما كنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الرحمن الرحيم. في البداية تحية طيبة والشكر موصول للإخوة في الصحيفة الإلكترونية الريفينو على تغطية هذا الحدث النظامي المتمثل طبعا في عقد جمع عام لقطاع النظافة بالناظور. هذا الجمع العام طبعا يأتي في إطار تنزيل المخرجات الاجتماع المكتب الوطني لعمال النظافة وحماية البيئة عن المسؤول الوطني اللي تم عقده بسيدي النور، واللي الهدف منه طبعا هو أولا تشخيص الوضعية الراهنة لهذا القطاع، كذلك استشراف المستقبل وتداول في النقطة المرتبطة بالاستحقاقات القادمة والمرتبطة بانتداء أو انتخاب معجور العمال أو مناديب العمال. طبعا الهدف من هذا الجمع العام كما قلت هو أولا الوقوف على المشاكل التي يعيشها القطاع. إخوان السلام عليكم ورحمة الله، معكم قاسم جمعة الكاتب العام ديال المنظمة الديمقراطية للشغل اللي كيمثل العمال ديال كازا تكنيك. كان عندنا واحد الجمع العام إن شاء الله اليوم اللي داز الجمع العام مزيان على شي أمور اللي هضرنا فيها اللي هي اللي كتخص الخدام. طبعا كتخص الشركة والخدام، حنا ناس ديال الحوار، ناس ديال المعاونة، ناس ديال الشركة كتعرفنا بزاف بهاد الهضرة هادي، يعني كنأديو الواجب ديالنا، كنجيو في الوقت ديالنا، مستعدين للخدمة، ما كنخليوهمش المشاكل في الخدمة، ما كنخليوهمش بزاف الأمور اللي كنديرو كتر من الجهد ديالنا، وكنقتصدوهم على الحوايج ديالهم. يعني أنا إلا خدمت شي فوا خصني نتحاول على الكاميون، خدمت في الشطابة خصني نتحاول على الشطابة، كنعاون حتى في الاقتصاد ديال تحية صادقة للأخ المنسق الجهوي الأخ عبد الواحد بودان، وأنقل لكم كذلك اعتذاره لطارق حل به ومنعه من الحضور في هذا الحدث التنظيمي الهام المتمثل في الجمع العام. طبعا هذا الجمع العام كيجي في سياق تنزيل أولا مخرجات اجتماع المكتب الوطني لعمال النظافة والوقوف على الوضعية الراهنة التي يعيشها القطاع واستشراف المستقبل. طبعا إخواني أخواتي إخواني عفوا العمال في القطاع اللي كنعتبره هو قطاع حيوي وحساب العناية، كنعتبره أنها مسؤولية مشتركة ومسؤولية جسيمة ديال كل متدخلين، سواء تعلق الأمر سلطة محلية، سلطة شغلية، عمال، كذلك شريك اجتماعي واللي كنقصد بها النقابة. كنظن الرؤية المنظمة الديمقراطية للشغل في هذا المجال هي رؤية عميقة ورؤية واسعة، والأمر كيتعلق بأننا كنشوفوا بأن نظافة المدينة واللي هي الخدمة اللي احنا ملزمين باش نقدموها كخدمة للمواطن في مدينة الناظور هي واحد المسؤولية جسيمة
ويجب أن ندرك الأهمية ديالها طبعاً. وما يمكنش نحققوا هذه الغاية لأنه هذه الخدمة لهذا المواطن بمدينة نظر هي الخدمة بالنظافة، ولكن الشرط الثاني كذلك ما يمكنش نوصل هذه الغاية إلا لتحققوا هذا الهدف اللي هو نكونوا قادرين جميع، أنا كنقصد كل المتدخلين من سلطة محلية من إدارة الشركة من عمال ومن فريق اجتماعي اللي هي النقابة أننا نرفع الضرر على هذا العامل، واللي قلت هذا العامل كيلعب دور مهم في حياة المدينة، خصوصا أنني نفتح واحد القوس ونشير واحد الأمر مهم، لأن إحنا كنهضروا بنظرة ثاقبة أن مدينة نظر مقبلة على مشاريع كبرى. إحنا في المنظمة الديمقراطية شنو كندير النقابة بشكل مغاير، كنشوفوا الأمور في المستقبل. نظر مدينة مقبلة على مشاريع كبرى، ما يمكنش نتكلموا على مستقبل النظر في غياب النظافة، وهذه النظافة ما يمكن تتم إلا إذا كانت فعلا علاقة تشاركية صحيحة بين إدارة الشركة والنقابة التي تمثل العمال، والمقصود بالنقابة هي المنظمة الديمقراطية للشغل. طبعا الهدف من هذا الجمع العام أولا لتشخيص الوضعية الرهينة اللي كيعيشوها العمال، وهي كذلك هذه الوضعية طبعا لا يختلف حولها إذن هي وضعية فيها كثير من الإجحاف، فيها ظروف صعيبة ديال الاشتغال. طبعا كذلك النقطة الثانية في هذا الجمع العام هو مناقشة نتائج الجولة الحوارية اللي تمت مع إدارة الشركة بمقر المدير الإقليمي للشغل والإدماج المهني، واللي شرف عليها طبعا المدير الإقليمي لهذا الإدارة ذات الصلة، وكذلك إدارة الشركة والمكتب النقابي لهذا القطاع بمعية المنسق الجهوي وأحد أعضاء الاتحاد الجهوي. طبعا احنا اي مبادرة طيبة كتخدم المصلحة العمال كنصفوا لها. نتائج الحوار، نتائج الجلسة او اللحظة ديال التفاوض في الحوار كانت نتائج ايجابية، وتم الاتفاق على تلبية تقريبا كل نقاط الملف المطلبين اللي طلبت تقريبا اللي تضمنت تقريبا 10 نقاط ما عدا نقطتين اللي من حيث النقابة ماشي اليوم هذا. أنا عشت معاهم صغير وأنا شفت كنعرفهم اللهب والشفارة والثوب على العمر، وهما اللي سلعوا هذا القطاع ماشي النقابة، هما اللي شفتوا هذا القطاع. السيد في صبر في سلوان ومصبرين هالبرينصة هادو مسلمون حاشا والله، واش المسلم يدير الخور مسلم بحال هكا كيخسر 80 ألف فرنك ديال المازوت في الشهر وسهلو كيدرعو. هذا غربي يدير هيه، هذا مازال حطوه هنا، العنصريه مازال كاينه في البلاد، وريني غدا امام الله عندكم. زلعوا القطاع وزلعوا هاد الناس الشرفاء اللي ما يتساهلوش بالزلع، ومن بعد الزلع مازال كيستغلوا العقول الضعيفه والناس مساكن اللي ضعاف ما عندهمش كيخوفوهم وعايشين في التهديد. مازال عندنا المحسوبيه والزبونيه ومازال التهديد في القطاع لحد الساعه، ولكن في شهد الله